حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. حمل خبراء اقتصاديون البنك المركزي في العراق مسؤولية إعادة أموال المودعين في المصارف الأهلية التي تعلن إفلاسها من وقت إلى آخر. وقال الخبراء إن البنك المركزي يعتبر وفق القوانين والأعراف الاقتصادية الضامن لجميع المصارف العاملة، وهو من يشترط على هذه المصارف رأس مال العمل، وبالتالي يجب على البنك المركزي تغطية خسائر المصارف المفلسة وإعادة أموال المواطنين، موضحين أن تكرار حدوث الأزمات المصرفية يزعزع الثقة بالنظام المصرفي في العراق. قال مراقبون إن المشاريع التي نفذتها أمانة بغداد فاشلة، وإن أموالاً طائلة ضخت في مشاريع عديدة مثل الصرف الصحي لكنها بمواصفات رديئة. هذا وأوضح المراقبون أن سنوات الجفاف الماضية كانت غطاءً لفشل أمانة بغداد بملف المجاري، وهذه الأيام ومع أول تساقط للأمطار ورغم أنه لم يكن لفترات طويلة، فإن أغلبية مناطق بغداد تعرضت لتجمع المياه، وسوف تتكرر المشكلة إذا ما كان حجم الأمطار أكبر. أوضح خبراء اقتصاديون أن تغير قيمة الدينار أمام الدولار أمر غير ممكن حالياً، خصوصاً مع ارتباط العراق بصندوق النقد الدولي، حيث إن رفع قيمة الدينار سيفقد الثقة مع هذا الصندوق. ورأى الخبراء أن هناك اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على سعر الصرف الحالي، ومن الممكن أن يتم رفع سعر الدينار أمام الدولار، لكن ذلك سيتسبب بخسائر العراق دعم الصندوق الدولي فضلاً عن المنظمات الدولية. تعيش مدينة الموصل أزمة بنزين جديدة، ما تسبب بازدحام كبير جداً على محطات الوقود في المدينة. وقالت مديرية المنتوجات النفطية إن أزمة البنزين التي اجتاحت مدينة الموصل تسببت بإغلاق أغلب محطات الوقود الأهلية وبعض المحطات الحكومية، مع خروجها عن الخدمة بسبب نفاد البنزين بعد إجراء الحكومة تعديلات على برقيات سير الصهاريج للمحافظات، ما تسبب بازدحام على مادة البنزين. أعلنت منظمة أوبك أن إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة من النفط انخفض ليصل إلى ما يقارب 30 مليون برميل يومياً في شهر تشرين الأول. وبحسب التقرير الشهري للمنظمة، فإن الانخفاض الأكبر جاء من السعودية، يليها أنغولا، ثم الكونغو، ثالثة الكويت، ثم غينيا الاستوائية. فيما أشارت الإحصائية إلى زيادة إنتاج كل من العراق ونيجيريا، إذ ارتفع إنتاج العراق بزيادة قدرها 20,000 برميل يومياً، ليصل إنتاجه إلى 4,500,000 برميل يومياً. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي، في أمان الله.